احنا بصدد تفكيك عصابة إجرامية خاطئة اللي قامت بواحد العمل محكم ومنظم في ميدان الإجرام. من بعد واحد التخطيط قاموا بالترصد لواحد المستخدم في واحد الشركة اللي كان غادي بواحد المبالغ مالية مهمة اللي كتنعز 252 مليون باش يودعها في البنك، وتم الترصد ديالو بناء على مساعدة داخلية من داخل الشركة. تلقوا يعني معلومات حول المسار ديال السيارة وكذلك السائق ديالها والتوقيت ديال الذهاب ديالو للبنك. إذن هاد جوج العوامل ساعدوهم وهيئوا جوج سيارات باش يتعقبوا هذاك السائق، وبالفعل ترصدوا له بشارع معين في منطقة البرنوصي تم التعقب ديالو، والسيارة الأولى يعني حاصرته من الأمام والسيارة الثانية في الخلف، وبالتالي نزلوا بعض العناصر ديال العصابة مدججين بأسلحة بيضاء وقاموا بتكسير الزجاج ديال السيارة اللي كيتواجد فيها السائق لأن رفض يحل لهم الباب، ومن بعد تمكنوا من الفتح ديالها ونزلوا بالقوة اعتدوا عليه بالضرب والتهديد بالسلاح الأبيض وتم الإسقاط ديالو على الأرض. وبالتالي فرد ثالث من العصابة قام بالسياقة ديال السيارة اللي هي في الملكية ديال الشركة بالحمولة ديالها المالية وتوجهوا، وتمت يعني الحراسة ديالها من طرف السيارتين الأخريتين اللي هما ديال أفراد العصابة، توجهوا خارج المدار ديال مدينة الدار البيضاء. هناك تخلوا على السيارة ديال الشركة من بعد ما أخذوا منها المبالغ المالية وتوجهوا المنطقة ديال البرشيد، هناك قاموا باقتسام المبالغ المالية فيما بينهم وتفرقوا. إذن بناء على هذه المعطيات تكتفت المجهودات وتوحدت يعني من أعلى قمة الهرم على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني إلى القاعدة الميدانية بمدينة الدار البيضاء، وشاركت واحد المجموعة ديال الفرق المتخصصة وديال المصالح منها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، كذلك أفراد الشرطة القضائية ديال منطقة أمن البرنوصي وكذلك المكونات الأخرى ديال منطقة أمن البرنوصي، الشرطة العلمية والتقنية وكذلك المختبر تحليلات الأثار التكنولوجية، واحد المجموعة ديال المكونات الأمنية بالإضافة إلى العمل الميداني الدؤوب والمستمر ليل نهار، مكن في واحد الظرف ديال 24 ساعة من إيقاف أول فرد من العصابة واللي هو المخطط الأصلي وبحوزة ديالو واحد الكمية مهمة ديال الأموال على مستوى منطقة سيدي رحال. من بعد الأبحاث المستمرة توالت عملية الإيقافات كل مدينة الدار البيضاء وكذلك مدينة الجديدة، وتم إيقاف 5 ديال الأشخاص لحدود ساعة، كذلك تم حجز السيارتين اللي تستعملوا في الاعتداء أو في المحاصرة ديال السيارة ديال الشركة، كذلك تم استرجاع سيارة جديدة ومن نوع الفاخر واللي تم الاقتناء ديالها شراها واحد الفرد ديال العصابة من الأموال المسروقة، كذلك تم حجز واحد المجموعة ديال الأسلحة البيضاء اللي هي عبارة عن سكاكين وسيوف وعصا ديال البيسبول إلى غير ذلك. الأبحاث الأولية بينت بأن هذه العصابة منهم اللي هما من ذوي الصوابق ومنهم اللي هما ديمي الصوابق، وواحد الفرد من هذه العصابة تبين بأن المشاركة ديال أفراد آخرين مازالوا في حالة فرار اللي غادي يتم الإيقاف ديالهم، متورطين في قضايا أخرى اللي كتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض. كذلك فرد من هذه العصابة تبين بأنه يشكل موضوع بحث من طرف المصالح الأمنية ومن طرف مصالح الدرك الملكي. إذن هذه الأبحاث كلها اللي ساهمت فيها مكونات الأمن بصفة عامة تمت تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة استئناف الدار البيضاء، والأبحاث غتبقى متواصلة. وشكرا.